اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا أنت عضيدنا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك، فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم فرق بينهم وبين من شايعهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولا تجعل لكافر علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر على بصيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات. اللهم
عليك بمن أدخلها، اللهم عليك بمروجيها وصانعيها وتجارها، اللهم عليك بمهربيها وبائعيها ومن أعان على انتشارها. اللهم إن لم ترد هداية لهم فلعنهم لعنا كبيرا، اللهم إن لم ترد هداية لهم فلعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.